والشكل هذا يا زغر مثل هذه الكرات أن تعانق شباك المرمى العراقي، لكن شوف اللقطة وشوف المحاولة والتسديدة من اللاعب رقم 4 اللي وضعها بشكل ممتاز يوسف. صعبات النهاية من فهد الحسني تعلن عن انتصار المغرب. 1,000,000,000 مبروك للأشقاء الأخوة المغاربة الذي حصلوا بطولة كأس العرب في نسختها السادسة وللمرة الثانية على التوالي، وهارد لك من الأعماق للمنتخب العراقي على ما قدمه من مستوى وأداء في حصول النهائي الأول في بطولة كأس العرب، مباراة وبطولة وفت بالوعود حقيقة من جانب أداء اللاعبين والمنتخبات المشاركة وأيضا التنظيم العالي اللي حضر من خلال هذه البطولة للاتحاد السعودي لكرة القدم. مبروك للمغرب ولجماهير والمحبين وهارتك العراق. سنتجه الآن لمراسم التتويج، وقبلها سوف نعلم الآن عن نجم هذه المباراة وأفضل لاعب في هذه المباراة. السبق أن تحصل عليها أدريس ريوس مصير يهدي لقب بطولة العرب للمغرب بيدا عن الكرة في مرمى غير معقول يا طيب، غير معقول يا عرب، راضي مش موجود. وبالتالي المغرب تعود الآن بالهدف الثاني بنيران صديقة. يا غيف يا عرب، معليش يا غيف يا عرب، كان بالإمكان بأن تكون إذن أنا كل عيام هو أفضل لاعب في هذه المباراة. المبروك يا نس، المبروك للمغرب، هارلك للعراق، سند محمد الجوكم. وبعد ذلك من هذا اسمعني، المغربي وهذا المنتخب العراقي، وهو لا أراد جدا لكن